c'est-à-dire la pratique de la lapidation médiatique, on a dit que je méprisais la France depuis le Maroc. Rien ne dit mieux qu'une certaine forme de racisme médiatique. بعد الزيارة ديال جان-لوك ميلانشون ما جاتش ابدا في شي اطار حكومي ولا في شي اطار ديال الدولة الفرنسية. كنعرفوا انه جان-لوك ميلانشون هو شخصية كبيرة من الشخصيات ديال المعارضة اللي ما عندوش شي علاقة مباشرة ولا شي حاجة مع السلطة، بل كيتميز بالرؤية ديالو اللي هي رؤية جد متقدمة. كان عنده الفضل انه استطاع باش يجمع اليسار في فرنسا وباش يخلق واحد الحركة حقيقية اللي ربما عوضات مجموعة من القوى اليسار اللي صبحت قديمة وصبحت ما يعني ما كتقدرش تواكب التطور ديال المجتمع. وهذا جان لوك ميلانشون هو محبوب بزاف وكيحب المغرب بزاف، يعني خلق في المغرب، دوز 10 سنين الاولى ولا 11 عام الاولى حياته في المغرب في مدينة طنجة. ملي كيهضر مع على المغرب كنبقاو غير يعني كنحسوا بواحد الشعور ديال انه مغربي كيتكلم على المغرب ماشي حاجه اخرى. اذا بالتالي عندنا اعجاب بالافكار ديالو، عندنا اعجاب بالعطاء ديالو، بالرؤيه ديالو، كذلك عندنا واحد الاعجاب بالتقدير الكبير اللي عنده للمغرب واللي عنده التطور اللي عرفوا المغرب، وكينتقد بشده سمع الحكومه والتيار الحكومي ولا التيار بصفه عامه اللي كيستعمل واحد النوع من التعالي على المغرب. المغرب ما يقبل حتى شي واحد انه يكون عنده واحد المقاربه ديال التعالي تجاهه. سلام.